قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عن قناة ميديا ديزاك. آخر التسريبات تقول إن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى كان على يقين تام بأن مشروع الوهدة الخامسة لرئيس السابق بوتفليقة سيفشل، إلا أنه أيد المشروع في الظاهر معتقدا أن رفض الشعب لرئيس السابق سيقوده إلى قصر المرادية. يقول مقربون من الدائرة الضيقة لصنع القرار في الجزائر من الذين عملوا في مواقع مهمة في الفترة بين عامي 2013 و2019 إن أحد أبرز أسباب انهيار حكم رئيس السابق بوتفليقة عبد العزيز كان السي أحمد أو كما يلقبه أنصاره المستاش. وتشير معلومات إلى أن الوزير الأول السابق كان على يقين بأن نهاية بوتفليقة عبد العزيز قريبة، بل وقريبة جدا، وقد قال هذا بشكل غير مباشر في تسريب صوتي نشر له قبل أشهر قليلة. الخطأ الوحيد الذي وقع فيه أحمد أويحيى كان سوء تقدير قوة رفض الشعبي، فقد اعتقد أن الحراك سيزيل عائلة بوتفليقة من السلطة ويؤدي إلى تغيير سيحمله في النهاية إلى السلطة على اعتبارين اثنين. الأول هو أن الوزير الأول الأسبق كان يعتقد أنه الأكثر قدرة ومعرفة في الجهاز التنفيذي للدولة، وأنه الأكثر قبولا في الخارج، وأنه الأكثر معرفة بالحقل السياسي الجزائري. ويقول أحد مقربي أويحيى السابقين وهو قيادي في حزب الأرندي وعضو المجلس الشعبي الوطني الحالي، ويحيى أحمد كان كالثعلب الذي يستغل الفرصة المناسبة للانقضار على فريسته، وميزته أنه لا يقلق ولا يتعب من المحاولة ويعرف تماما متى سيصل إلى هدفه. ولكن في الفترة بين خريف 2018 وربيع عام 2019 وقع في فخ سوء تقدير حجم الرفض الشعبي بالرغم من يقينه بأن انتفاضة كبيرة ستقع. ويضيف محدثنا إن أويحيى كان يعتقد أن الترشح لعهدة خامسة بالنسبة لبوتفليقة هي نهاية شقيقه الأصغر السعيد، ولكن ما فاته هو أن المبنى عندما ينهار ينهار على الجميع. وقد كان من بين ضحايا الانهيار الكبير الذي ساهم فيه بسياساته المدروسة والتي تثير غضب الشارع، معتقدا أن من سيسدد الفاتورة في النهاية هو بوتفليقة وعائلته، وأنه سيدافع عن نفسه بالقول من أمر بكل هذا هو بوتفليقة. ويحيى كان يعرف أيضا كيف يستغل نقطة ضعف آل بوتفليقة، فقد برع في استغلال غرور الرئيس السابق بتقديم أقصى درجات الولاء، وكان يعرف أن نقطة ضعف سعيد بوتفليقة تكمن في كونه شخصا غير اجتماعي ولا يحب الاختلاط ويحب الأشخاص الذين يطيعون الأوامر. لكن الأمور لم تكن دائما على ما يرام، فقد تفطن آل بوتفليقة إلى الطموح السياسي الكبير لأويحيى في وقت متأخر. مصدر خوف آل بوتفليقة من أويحيى كان الإدراك بأن الوزير الأول السابق كان آخر رجال الدولة السياسيين وأصحاب البراعة في جيش الموظفين التابعين للجهاز التنفيذي، وهذا شكل مصدر خطورة شديدة. لكن الاستفاقة كانت متأخرة جدا. الطموح الرئاسي للسيد أويحيى هو السبب الحقيقي والوحيد للخلافات العديدة بين رئيس بوتفليقة ووزيره الأول أحمد أويحيى. وقال مصدر أن أويحيى دعم العهدة الخامسة لسببين اثنين. الأول هو أنه كان يعتقد أن العهدة هاته هي نهاية حكم بوتفليقة، والثاني أنه كان مجبرا على المساندة خوفا من التعرض للانتقام الرئيس السابق. ولكن لكل قصة نهاية، فبالرغم من إصرار الحراك الشعبي في الجزائر على تنحية رموز نظام بوتفليقة وتغيير النظام بملف محاربة الفساد، فإن اعتقال الوزير الأول السابق أحمد أويحيى صنع الحدث في البلاد واستأثر باهتمام الجميع. مبدأ الامتياز القضائي المتضمن في قانون العقوبات للشخصيات السامية لم يشفع للوزير الأول ولم يحصنه من التدرج نحو قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الذي أثبت أنه ثمة ما يقتضي الاهتمام والمتابعة، فأمر بإيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش أشهر السجون الجزائرية المخصصة لمجرمي القانون العام. أحمد أويحيى الذي تداول على الوزارة ورئاسة الحكومة ثم الوزارة الأولى على مدى ربع قرن هو أول رئيس حكومة سابق يدعى الحبس المؤقت. أويحيى رجل المهام القذرة كما كان يصف نفسه، متابع في تهم فساد ثقيلة
تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون. إيداع يحيى السجن، ورغم أنه ضمن الحملة الثالثة من الاعتقالات، فإنه كان الأثقل وقعا والأكبر تأثيرا على رأي العام الوطني والأكثر ترحيبا، فقد سبق يحيى إلى السجن من أسماهم قائد الأركان رؤوس العصابة شقيق رئيس السعيد بوتفليقة ورئيس المخابرات السابق الجنرال طرطاق والأسبق الجنرال توفيق بتهمة المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة. ثم بعد 4 أيام ضمت إليهم رئيس الحزب العمال لويزا حنون وبالتهم نفسها. بعد ذلك اعتقل تباعا جمع من رجال الأعمال المنتفعين من حكم بوتفليقة، علي حداد، يسعد ربراب والإخوة كونيناف ومحي الدين طحكوت بتهم مختلفة. ويعد يحيى المسؤول السامي الجزائري الأكثر مقتا في الأوساط الشعبية نظرا لحجم الألم الذي سببه للجزائريين والظلم الذي سلطه على الكثير منهم، الرجل الذي ساهم في تنفيذ كل السياسات وفي مختلف المراحل من الحل بالحرب وسياسة الاستئصال أثناء الحرب الأهلية في العشرية الحمراء إلى ما يسمى بالمصالحة الوطنية، مرورا بما عرف بالوئام المدني، اقترف من التجاوزات في حق الجزائريين الكثير. رئيس الحكومة أثناء حكم رئيس زروال في التسعينات متهم بتخريب الاقتصاد الوطني وتصفية المؤسسات الاقتصادية وبيعها بالدينار الرمزي وظلم إطارات أثناء ما عرف بحملة الأيادي النظيفة التي سجن على إثرها أكثر من 3600 إطار جزائري ظلما وبهتانا وفقر عائلاتهم وشرد أبنائهم. كما استغل رجل منصبه ليقترف العديد من الجرائم في حق الجزائريين، منها اقتطاع أيام من أجرة موظفين عنوة وفرض جملة من الرسوم على الجزائريين ليختمها بطبع النقود بكميات كبيرة دمرت الاقتصاد الوطني تدميرا شاملا. ولعل نظرته الدونية للجزائريين وظلمهم لهم، لا سيما عندما صرحوا بأنه ليس ضروريا أن يأكل كل الجزائريون علبة زبادي، وعبارته المهينة جوع كلبك يتبعك، سبب له مقتل جزائريين وكرههم الكبير لشخصه ما يفسر نشوتهم غير المسبوقة وفرحهم باعتقاله وإيداع الحبس المؤقت واستقبال خبر سجنه بالتكبير والتهليل والزغاريد. أو يحيى كان يراوده الحلم بأن يصبح رئيس الجمهورية، خاصة عندما كان رئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق يذبح بالريشة، فقد كان يقدم على أنه دلفين المؤسسة العسكرية. وحتى بعد إصابة بوتفليقة بالجلطة الدماغية انتعش حلمه من جديد واعتقد أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من كرسي الرئاسة ليعصف الحراك الشعبي بكل أحلامه وطموحاته ويتحول حلم الرئاسة إلى كابوس في زنزانات سجن الحراش سيء السمعة.